السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم في قناتنا اعرف دينك. وعشان تعرف دينك صح، حضرتك انت خلقت ليه أصلا؟ أولا الله عز وجل بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ايه يعبدون؟ يعني يوحدون. وخلي بالك ان مسألة التوحيد مهمة جدا. احنا خلقنا عشان نحقق معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. فبكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله يدخل بها الانسان الايه؟ الاسلام. وفي نفس الوقت لو هو ما امنش بلا اله الا الله محمد رسول الله او كفر بشيء مما جاء به ربنا سبحانه وتعالى خرج من ملة ايه؟ من ملة الاسلام. ولذلك يجب على كل مسلم ان هو بيقول لا اله الا الله، يبقى لازم حضرتك تعرف معنى لا اله الا الله. وسبب حديثنا عن معنى لا اله الا الله، انا جيت في مره من المرات نزلت مشيت في الشارع وبيت اوقف الشباب واقول له حضرتك ايه معنى لا اله الا الله؟ واحد قال لي لا خالق الا الله. قلت له ازاي؟ ده الكفر بيقولوا كما قال الله عز وجل ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. يبقى الخالق ده امر في ربوبيه ربنا، فعل من افعال ربنا بيفعله كل مين؟ لكل العباد. رحت لواحد تاني بقول له حضرتك ايه معنى لا اله الا الله؟ قال لي يعني لا اله الا الله. قلت له جبت التايه، انا عاوز معناها. انا عاوز ايه؟ انا عاوز معناها. يبقى انا كمسلم لما يجي واحد يقول لي يعني ايه لا اله الا الله، ارد عليه على طول اقول له ايه؟ لا اله الا الله لا معبود بحق إلا الله. هي دي بقى الإجابة الصحيحة. ليه؟ لأن هناك آلهة عبدت بباطل. مش ربنا بيقول في القرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ما في ناس بتعبد البشر وناس بتعبد الحجر وناس بتعبد كذا وكذا 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 وكذا، لكن إحنا بنعبد مين؟ ربنا. فهو الإله الذي عبد بإيه؟ عبد بحق. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله. طب يا عم الشيخ، لا إله إلا الله ديت هي ده معناها وخلاص؟ لا، في حاجات تانية لازم تحققها فيها. ما حاجة اسمها النفي والإثبات. يعني إيه النفي والإثبات؟ بداية بس قبل ما أتكلم على مسألة النفي والإثبات، عشان في ناس بتطلع تيجي تقول لك إيه هي التقسيمات دي، أنتوا جايبينها منين؟ بص حضرتك التقسيمات دي إحنا مش جايبينها من عندنا، جايبينها بحاجة اسمها الاستقراء من كتاب مين؟ من كتاب الله عز وجل. ولا مشاحة في الاصطلاح. حضرتك متفق معايا في الكلام أو مش متفق معايا في الكلام، أنا بقول التقسيمات من باب تقريب المعنى للناس. أنت بتقول لا إله، هو ده مش نفي؟ اه نفي. الا الله بتثبته لله مين؟ لله عز وجل. طب انا عاوز اعرف يا عم الشيخ لا اله بتنفي ايه؟ والا الله بتثبت ايه؟ تعال معانا نقف مع قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ابن عباس بيقول العروة الوثقى لا اله الا الله. يبقى انا بقول لا اله، يبقى لازم ان في اربع حاجات. ايه هم الاربعة دول؟ الالهة، الطواغيت، الانداد، الارباب. طب انا حضرتك ايه معنى الحاجات اللي انت قلتها ديت؟ الالهة. طب يا عم الشيخ احنا موحدين بالله عز وجل وبنعبد الله عز وجل وما بنعبدش اله معاه تاني. لا حضرتك، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة. ما انت ممكن تكون بتعبد ملبسك ومأكلك ومشربك والفلوس، لان الفلوس اصبحت تلهيك عن ذكر الله عز وجل. وبرضك العلماء عرفوا الآلهة بتعريف جميل جدا، قال لك كل ما سألته من جلب خير أو دفع ضر، فلان دوت هو اللي هيكون سبب، هو اللي هينجحني. بلاش سبب، عشان في ناس بتقولش سبب، هو بيعتقد في فلان إن هو اللي هينجح، وهو اللي بيسقط، وهو اللي بإيده إنه يرفعه لفوق، وهو اللي بإيده إنه ينزله لتحت. من الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل؟ هو من؟ الله، مفيش غيره. يبقى حضرتك بتنفي كل ذلك عن اي بشر. كل شيء بيد من؟ بيد الله عز وجل. الانداد، ان انت مفيش وسيط بينك وبين ربنا. ما في ناس يقول لك يا بدوي يا سيده يا حسين ويروح ويتمسح ويعمل، ما هو ده مش من الدين حضرتك. الله عز وجل بيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وربنا بيقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما ينفعش حضرتك
وبرضك في تعريف جميل جدا جدا للندية. قال الإمام ابن القيم: كل ما أخذ حيزا في قلب ابن آدم من مسكن أو ولد أو أهل فهو ند لله. ابنك ومراتك وعيالك وفلوسك هم دول شغلوك عن مين؟ شغلوك عن أجل لا إله تنفي الآلهة والأنداد والأرباب. مين بقى الأرباب؟ تعال بقى نقف عند الموضوع دوت كتير قوي. الشيخ اللي بيديك فتوى تفصيل، فتوى إيه؟ فتوى تفصيل. حضرتك عاوز تأكل الربا فتروح لشيخ يقول لك الربا حلال. حضرتك عاوز مش عارف تنصب على واحد تروح لشيخ يقول لك أصل الموضوع ده اسمه تجارة. عاوز حضرتك تبيع مش عارف حاجة محرمة يقول لك أصل الكلام ده أنت بتبيعه لغير المسلمين مش للمسلمين. لا، ما ينفعش. لما أجي أروح لشيخ أسأل شيخ يجيب بالكتاب وبالسنة. اسمع الحديث ده جميل وفي نفس الوقت مرعب. دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال: ألم يحل لهم ويحرم عليهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم، بتقول لا إله تنفي الطواغيت. الطاغوت بقى ليه تعريف كده: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من يتحاكمون إلى أي شيء غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم جعلوه إيه؟ جعلوه طاغوت. إلا الله بتثبت لنا أربعة ضد دولت نعرفهم إن شاء الله في اللقاء القادم. السلام عليكم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.